دونك الحمد لله بعد النجاح الدوره الاولى من ستار بلادي، الحمد لله الان دابا ولينا في الدوره الثانيه، المسمى الجديد هو ستار المغرب العربي. دونك الحمد لله اللي غادي يكونوا لي كاستينغ فيها غادي يكونوا ما بين المغرب تونس وفرنسا ان شاء الله. كنتمنوا ان تكون مسابقه النسخه الثانيه تكون اكبر واوسع، وتكون ان شاء الله تعطينا منتوج اللي كنطمحوا فيه، منتوج مغربي ولا منتوج مغاربي اصيل واصيل جدا، اللي كيبلور هذاك المكتسبات وهذوك المواهب اللي كاينه في المغرب العربي الكبير ان شاء الله. فكيف شتو سمعتوا اليوم يعني كانت انطلاقه ديال الدوره الثانيه ديال ستار بلادي، فيعني تطرقنا لجميع المشاكل اللي تعرضنا لها في الدوره الاولى او الهفوات الا بغيتي تقول ديال الدوره الاولى اللي غادي نستافدوا منها طبعا بالنقد ديالكم انتم كصحفيين. فالحمد لله الوعود ديالنا احنا كلجنه يعني الحمد لله تمت 100%. المشاركة ديالي في ستار بلادي كانت جد مزيانة، اللي غيرت حياتي وليت تغير فيها بزاف ديال الحوايج. السلام، معكم رانيا ملكة جمال مراكش بيرغان. كنشكر جريدة فبراير على الاستضافة ديالهم ومشاركتي في قافلة ستار بلادي هي في الدورة ديالها الأولى، وأنا كنفتخر بأنني كنت ملقبة بلقب ملكة جمال مراكش اللي هو لقب زادني على أساس مدينتي، ونتمنى أنني كنت شرفت أحسن تشريف، وإن شاء الله باقي الأعمال الجاية بإذن الله. مصعب عباد الفائز بلقب مستر ماروك 2016-2017 لأول مرة يكون على الصعيد المغربي في التاريخ طبعا، وبيان سور المسابقه كانت عباره عن واحد الحلم تحقق بيان سور، مازال لو طرافاي غادي يكمل. السلام عليكم، معكم حليم اللي صوت بلادي 2015. انا نقدر نقول من دوك الدراري اللي كبر بلا عائله، كبر بلا ام، كبر بلا اب، وقدر يخرج داك الطاقه السلبيه ديالو فواحد الحاجه ايجابيه، هي واحد التكست وهز ميكرو وناض غنى. الحمد لله هذا هز ميكرو وناض غنى صدقات له في ستار بلادي، قدر يبين على عن جدار واستحقاق شكون هو. والحمد لله داكشي اللي كنت خازنو في الخيريه وتنغني كل مره في الليل في البيت بيني وبين الدراري قدرت نوصل لسرسان. كان جارني نهار اللي كنا في ورقان انه يلخص بزاف الحاجات اللي داز منها في الحياه ديالو، وغادي نفتخروا بان صابر ولد هذه المسابقه. بسم الله نبدا كلامي، وكلامي اليوم عليك اللي نشوفها في احلامي صورتها بين عينيا، انت يا نور ظلامي وحياتي ظلام بلا بك، وما اجلك كما معظم انسان في هذه الدنيا، مع مرور السنين في كلمه يتيم نسيتيني، قدر اللي جابني ليك ماشي الاختيار اثر الحياه، انت يا علمتيني ربيتيني احسن تربيه انا واخوتي الكبار، برضاك انت نولي كيف الحمامه ونقولها ونزيد نقول شكرا ماما.